من وجهة نظرك أيهما أخطر، الإدمان على الألعاب الإلكترونية أم الإدمان على التلفزيون؟ طيب، هو بشكل واضح يعني فيما يتعلق بهذا السؤال، الإدمان على التلفزيون حتى إذا كان وضحنا بشكل أدق، هل المقصود به عدد ساعات أم الإدمان على مشاهدة شيء معين وبشكل متكرر مثلا وبشكل حريص جدا جدا؟ يعني فيما لا شك أنه يتعلق بالجزئين. نعم استاذ، تفضل. قلت لك لا شك أنه يتعلق بالجزئين، بعدد ساعات الجلوس أمام التلفزيون، كذلك بالإدمان على شيء معين في التلفزيون. البعض يدمن على مشاهدة كرة القدم مثلا، يتابع كل دوريات العالم. أحسنت. طيب، أنا أرى والله أعلم أن بحسب استقرائي يعني أو استطلاعي يعني للمسيرة التوعوية داخل المدارس، أن الألعاب البلاي ستيشن أو الألعاب الإلكترونية وما يتعلق بها أشد ضررا من الإدمان على التلفزيون. لكن بين الذكور والإناث هنا هناك بعض المعايير، يعني على سبيل المثال فيما هناك معيار السن مثلا أو معيار النوع بين الذكور والإناث. يعني تجد أحيانا إدمان الفتيات على مشاهدة المسلسلات التركية، نعم معي أستاذ غانم؟ نعم أسمع. يختلف لما تجي تقارن بإدمان الشباب على الألعاب الإلكترونية، تجد يعني متقارب جدا. فتجد قلة الإدمان على التلفزيون فيما يتعلق بالشباب، لكن تجد كثرة الإدمان على التلفزيون فيما يتعلق بالبنات في المسلسلات التركية وما يبث مثلا. على فكرة المسلسلات التركية أو غيرها من المسلسلات الأخرى يعني ليس شرطا يعني أو غيرها من الأفلام أو كل ما يبث من الأشياء السلبية يعني داخل هذا الجهاز. فإحنا في نهاية المطاف هناك لكل فئة نوع معين وخطورة معينة ونسبة معينة للأسف من حجم المشكلة. يعني هناك تفاوت مرحلة عمرية وأخرى، تفاوت بين الفتيات والشباب يعني. نعم. وكذلك السن العمري. نعم ذكرت لك أن هناك تباين يعني في الإدمان على الألعاب الإلكترونية والتلفزيون، يعني هذا يختلف باختلاف العمر باختلاف الجنس أيضا. نعم تجد يعني على سبيل المثال فيما يتعلق مثلا هذه جزئية جانبية مثلا فيما يتعلق بالبنات يعني وإدمانها على المسلسلات التركية يعني سواء كانت في ليبيا أو غيرها من الدول العربية الأخرى التي أجريت فيها دراسات في الجزائر أو المغرب أو مصر أو لبنان أو تونس. مرينا على بعض الحالات يعني أو بعض يعني بعض الدراسات يعني تجد أحيانا أن نسبة الفتيات حتى اللي ينوضوا لوقت الصلاة يعني لما يؤذن المؤذن ويفترض هي يفترض أساسا أن الفتاة لا تشاهد مثل هذه المسلسلات أبدا، لكن أجريت دراسة ميدانية على بعض الفتيات على حوالي 300 فتاة في دولة الجزائر الشقيق المجاورة لنا هذه يعني. ووجد أن نسبة حوالي 15% من وهذه نسبة ليست بالقليلة يعني. نعم. وجدوهم يعني أثناء الأذان إلى الصلاة ما فيش ولا واحدة منهم ناضت للوضوء أصلاً. في النسبة الأكبر ناضوا طبعاً لحظة أو مجرد ما أدى الأذان وقفوا التلفزيون وناضوا توضوا وصلوا مباشرة يعني. يعني ما عندهمش مشكلة إن بعض اللقطات تمر من هذا المسلسل. نعم. لكن وجدوا أن حوالي نسبة 15% 16% للأسف قعدوا فوق وقت الأذان، تم الأذان، جاء وقت الإقامة والصلاة وما صلوش ولين انتهى المسلسل باش ناضوا وصلوا. يعني بعد حتى انتهاء المسلسل يعني حوالي 40 دقيقة تقريبا. فهنا المشكلة كبيرة جدا، هذا واحدة من المؤشرات اللي تعطيك نتائج واضحة جدا لقضية تأثير المسلسل التركي في يعني الصلاة يعني اللي هي أهم شيء ومطلوب ماشي البنت يعني. فما بالك يعني طيب أستاذ صلاة.